هادي وقفه احتجاجيه انذاريه خدا القرار ديال المكتب الجهوي لجهه الدار البيضاء سطات بقياده المنسق الجهوي سي هشام الصديق اللي خداو القرار ديال وقفه احتجاجيه بناء على الاجتماع ديالو مع القواعد المهنيه المنظمه، يعني المكاتب المحليه خدات القرار لان كاين اشكاليات طرحت لنا في هذه الحاله الطوارئ الصحيه. كيف كتعرف قطاع سيره الاجره عندهم مشاكل، مشاكل قديمه، عندهم ملف مطلبي، هذاك الملف المطلبي فاحنا ما حطيناش في هذا البلاغ وما حطيناش في هذا البلاغ ديال هذه الوقفه، حطينا مشاكل انيه سطرناها وهي اللي خرجنا على قبلها، الدعم ديال السائقين المهنيين، الدعم ديال المستغلين ديال سياره الاجره، المشكل ديال التامين، المشكل ديال قيمه كراء المأذونيه، المشكل ديال غياب محطات نموذجيه على مستوى مدينه الدار البيضاء، والمشكل ديال النقل غير الشرعي اللي ولا كيدور دون حاسيب او رقيب، في الوقت اللي سياره الاجره مفروض عليها انها تهز ثلاثه ديال الركاب. تقيدا بالقرار الحكومي ديال 50% ديال الركاب، كيهزوا ثلاثة ركاب بينما كنشوفوا وسائل النقل الأخرى، النقل غير الشرعي، غادي عامر، دراجات ثلاثية العجلات، عربات مجرورة بالدواب، كنشوفوا هوندات، كنشوفوا سيارات خاصة هي مملوءه عن آخرها، وكنشوفوا حافلات اللي ما كتحترمش هذا العدد ديال 50% ديال الركاب، وكذلك التراموي. الترامواي اللي كيجيو للدار البيضاء كامل هو عامر وما كيطبقش في حقه القرار، كاين الاشكال ديال التران حتى هو كذلك ممتلئ وما كيتخادش في حقه، ما كتحرر في حقه لا مخالفه لا حتى شي حاجه، كاين مشكل ديال القرار العاملي هو قرار ينظم المهنه ديال سياقه سياره الاجره على مستوى مدينه الدار البيضاء، هذا القرار العاملي اللي هو غير منصف بالنسبه لنقطه الانطلاقه ديال الدار البيضاء، غير منصف، بينما باقي العمالات اللي خارج الدار البيضاء وفي الحدود ديال الدار البيضاء تتوفر على قرارات عمليه تحمي نقطه انطلاق الدار البيضاء، ما كتحماش نقطه انطلاق الدار البيضاء، يعني المهني مهمش وهذه نقطه انطلاق ما لقاتش اللي يدافع عليها. السيد الوالي الجهه خرج قرار انفرادي، كنا راسلناه تحاورنا معاه ما كان حتى شي حل، المهم فاضل كيلو بالمهنيين، فاضل كيلو بالمهنيين، وهذه المعاناه ديالهم، هذا الاقصاء وهذا التهميش اللي كيعيشوا المهني على مستوى مدينه الدار البيضاء، حان الوقت انه يتبدل، حان الوقت انه يتغير، حان الوقت ان المسؤولين ديال ولايه الجهه يديروا يديهم في الدين التمثيليات المهنيه للقطاعات من اجل النهوض. يعني بالنسبه للمنظومه ديال النقل عبر سياره الاجره على مستوى الدار البيضاء، هاد المسؤولين كون كانوا كيتواصلوا معنا، كون كانوا كيجاوبونا على المراسلات ديالنا، غادي نساهموا جميع في النهوض منظومه النقل ونؤديوا واحد الخدمه، يعني في واحد الظروف اللي هي مريحه، في واحد الظروف اللي كيستحقها المواطن البيضاوي، لان الساكنه البيضاويه كتستحق واحد الخدمه بمستوى، كتستحق واحد الخدمه بمستوى، وكذلك المهني كيطالب واحد الظروف في المستوى اللي غيأدي في هذيك الخدمه، واحد المحطات تكون تراعي الادميه والانسانيه ديال البشر، يعني واحد المحطه اللي غيجي لها واحد الزبون وغيركب بكل اريحيه وغيلقى سيارات منتظمه بدون نداء، بدون غوت، بدون عرقله سير، هذا الشيء كامل هو المطلب ديالنا، وهذا الشيء اللي كناديو به، وهاد المسؤولين في سبات عميق، في سبات عميق، ما كيتجاوبوا لا مع مراسلات، لا مع حوارات، لا حتى شي حاجه، ولا اله الا الله، والسلام عليكم.